الله يخرب بيت حسن مبارك على يخرب بيت عهده اللي كان عمال يورث الدنيا علشان في الاخر يطلع الولا اللي كان موجود في المصحه النفسيه بتاع لندن. انا شايف ان الوحيد وباخلاص، ما بقولش كده يعني علشان انا خايف او حاجه، لا انا بقول باخلاص، الوحيد الذي يعمل بكل ما اوتي من قوه من اجل هذا الوطن في هذا الوطن هو الرئيس مبارك بامانه. يعني ده انا بضم صوتي لصوت النيابه وممثل الدعاء اللي بيطالب باعدامه هو واخوه وامه وابوه. يعني ربنا يخلينا فخامة الرئيس بصراحة. داهية لا تجعلكوا تدخلوا تراب مسلمين أبدا. داهية لا تجعلكوا تدخلوا تراب مسلمين أبدا. يا رب. يا ظلمة. تضاف إلى إنجازات مبارك هذا الرجل الذي أحترمه وأحبه وأقدسه. الله يخرب بيت حسن مبارك على يخرب بيت عهده اللي كان عمال يورث الدنيا علشان في الآخر يطلع الولا اللي كان موجود في المصحة النفسية بتاع لندن.